خليني هنا اروح على حاجه مختلفه كتير لكن مش بعيده عن مصر. واحد من اروع الاصوات واعزبها واكثرها حساسيه واكثرها خلودا بالمناسبه، عبد الحليم حافظ. ازاي الاغاني بتاعت عبد الحليم بصوت عبد الحليم او مش بصوته فتبقى المزيكا او الكلام، يعني التركيبة المشروع على بعضه يفضل عايش لحد دلوقتي ويفضل طول الوقت متجدد، ايه سر هذا الخلود؟ خليني اخد معاه على التليفون صديقي العزيز والملحن والفنان والنجم الكبير جدا 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 عمرو مصطفى. كل سنة وانت طيب يا عمرو. كل سنة وانت طيب يا يوسف، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه احوالك؟ كله تمام؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت بالصحة والسلامة. عيدنا طيبين ورمضان كريم عليكم. علينا جميعا. عمرو، احنا قبل رمضان اتقابلنا كنا زي في ايفنت لطيف كده، وكنت قلت لي على حاجة لطيفة قوي وانا من ساعتها بفكر فيها. قلت لي على السر ورا خلود أي مقطوعة موسيقية أو إزاي بتدخل لقلوبنا، وقعدت شرحت لي حاجات متعلقة بالبيت والريزم ونبضات القلب وحاجات كده، انت عارف انا ماليش فيها قوي يعني، بس ببقى قاعد مركز معاك. هل ده من ضمن اسرار خلود عبد الحليم حافظ؟ طبعا. طب اشرح لنا بقى جميعا انا والمشاهدين، واحده واحده علينا، احنا مش قدك يا عمرو. لا دي محتاجه حلقات دي. طيب تعالى نبدا من دلوقتي، نعتبرها مقدمه بسيطه، ويا ريت تنورنا. يا ان شاء الله باذن الله. والله بس هو القصه كلها فعلا لخلود اي مقطوعه موسيقيه زمان، ايام طبعا العمالقه زي السيده ام كلثوم والاستاذ الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، ودي الذكرى بتاعته طبعا كلها طبعا فاكرينها كويس. هم كانوا زمان بيعملوا بروفات على كل اله موسيقيه، والبروفات دي كلها كانت بتعمل لكل اله زمن، الزمن بتاع كل اله ده كان بينزل بايقاع مظبوط جدا. فزمان كنت تتخيل ان انت السيده ام كلثوم كانت بتغني من غير مهندس صوت من كتر ما هم كانوا بيعملوا بروفات. فالاغاني دي كانت بتتعمل، بتاخد وقتها وبتتعمل بازمنه معينه، وبتتكتب يعني بعد فتره من الفترات بقوا يكتبوا النوت الموسيقيه للاغاني دي. فعشان كده لغايه النهارده الاغاني دي عايشه وبيتعمل لها ريميكس لحد النهارده وبتشتغل لحد النهارده وموجوده لحد النهارده. اما دخل الكمبيوتر بقى في حياتنا اعتقد ان ما تعلموش القصه دي، او بعد اجيال كبيره ورا بعض ما تعلموهاش. فبتسمع المزيكا دايما في المسارح والكلام ده كله فيها دوشه، فتقول هي عندها الصوت بايظه ولا ايه اللي بايظ؟ انا فاكر انت يومها قلت لي في مزيكا بتبقى عامله زي نكش الفراخ. هي انا مسميها كده. صح صح. وعشان كده اقول لك على حاجه، انت عارف من نجاح المهرجانات، يعني انت لو بصيت على الترندات دلوقتي في المزيكا هتلاقي كل المزيكا مبرمجه اورك. اوكي. فدايما تلاقي عازف الاورج، عازف الاورج ده بتبقى الموسيقى مبرمجه. فالموسيقى المبرمجه دي بتبقى سهله على ودن الناس بتحبها. عشان كده الناس لما تقول لك احنا بنحب مهرجان ولا بنحب اسماء معينه، ان الموسيقى نفسها مبرمجه. لكن النهارده ازاي بقى نوصل ان احنا نطلع اجيال موسيقيين يعرفوا يبرمجوا الموسيقى دي فتقدر القلب يحبها؟ هو ده بقى ان شاء الله اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. وهل التكنولوجيا ممكن تساعدنا في ده يا عمرو؟ طبعا تساعدنا. ما احنا النهارده بقى هنعمل اللي عملوه القدام، هنعمل الجديد بقى باذن الله، بس بطريقه حديثه وباصوات حديثه، ونقدر ان احنا نسمع الناس حاجه يقدروا يحسوها. يا ريت يا ريت. طيب احنا نخلص رمضان والعيد وتنور، ولا تحب تيجي قبل العيد؟ لا بعد العيد بقى. بعد العيد ان شاء الله باذن الله ترجع بالف سلامه. وانا بشكرك جدا 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 نجمنا وفناننا الكبير الملحن الكبير عمرو مصطفى.